في هذه اللحظة إلى حفظ كريم تمت انطلاقة الشوط الختام وختام أمس مع هذا الشوط. الشوط الأول الرئيسي في فئة إعلان الأشواط الشعبية في أول المراكز سعد وشاهين لسيد إبراهيم بن غانم المهندي مع شاهين في أول المراكز، والثاني المراكز ضيف لسيد عبد الهادي بن سعيد بن صبيحة مع ضيفه في هذه اللحظة في أول المراكز، في ثاني المراكز وعين على المركز الأول، وثالث المراكز قناصة الراشد المرسي هذا الناصير الكريم في ثاني المراكز، أما اللي في رابع مراكزنا القدوم في هذه اللحظة واصل حرب السيف بن زايد الخيارين واصل مع حرب واصل إلى الحفل الكريم في رابع المراكز، وخامس المراكز القدوم مع شاهين عبد الله بن صالح المري مع شاهين في خامس المراكز، ولكن نروح مع اللي في أول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاقة المميزة في أول المراكز شاهين لسيد إبراهيم بن غانم المهندي في أول المراكز مع شاهين، والثاني المراكز واصل قناصة علي بن راشد المري مع قناصة في ثاني المراكز، وثالثة المراكز هذا ضيف عبد الهادي ابن سعيد بن صبيح واصل مع ضيف، ولكن روح مع قناص او مع شاهين في اول المراكز، ابراهيم بن غانم المهندي مع شاهين في اول المراكز، وثاني المراكز هذا هو قناص الحفل الكريم علي بن راشد المري، ولكن هذا في اول المراكز شاهين يدعون بك شاهين لسيد ابراهيم بن غانم المهندي، ولكن قناص انتزع المركز الاول، قناص سيطر في هذه اللحظه تعود بك يا قناص السيد علي بن راشد المري في اول المراكز، شاهين شاهين واصل، ولكن قناص قناص انتزع المركز الاول، نقول تهانينا والناموس الحفل الكريم على فوز قناص بالمركز الاول، تعود مكيته قناص لسيد علي بن راشد المري في اول المراكز، تهانينا والناموس قناص اول المراكز لسيد علي بن راشد المري، وثالث المراكز وصل شاهين لسيد ابراهيم بن غانم المهندي، وثالث المراكز وصل ضيف عبد الهادي بن سيف بن سعيد ابن صبيحة وصل المري في ثالث المراكز، تهانينا والناموس للجميع. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 11 ثانية 18 جزء من الثواني الحفل الكريم، شكرا لكل من قام على نجاح سباق هذا اليوم، شكرا لشركة بيويت البيطرية الداعم الرسمي لسباق هذا اليوم، شكرا للحفل الكريم لموقع اللبرق الالكتروني، شكرا كذلك لسناب المحنك وسناب زمول الخليج، وكذلك الحفل الكريم سناب شركة بيويت البيطرية، شكرا للجميع، شكرا للسيد قطبي سالم في هذا الاخراج المميز والتصوير الرائع، شكرا للسيد احمد سمسدين في صياغة عربة النقل، شكرا للإخوة المصورين في خط النهاية محمد هيثم الحفلة الكريمة، وشكرا للجميع، هذه تحياتي محدثكم محمد الحسن الكباشي.